بالتزامن مع دخول قانون قيصر للعقوبات الأمريكية حيز التنفيذ وتفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، تجددت التظاهرات في العديد من المحافظات والمدن السورية. ففي بلدة الجيزة الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة درعا، خرج العشرات في تظاهرة ضد الحكومة السورية، وطالب المتظاهرون برحيل الرئيس السوري بشار الأسد وإخراج المعتقلين من السجون. تزامنا مع ذلك، خرج أهالي درعا البلد في وقفة احتجاجية طالبت بإطلاق سراح المعتقلين وإخراج الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني من البلاد. وفي وقت سابق خرج العشرات في مدينة طفص غربي درعا وبلدة الكرك الشرقي في تظاهرات تضامنية مع أهالي السويداء. كما انطلقت في مدينة إدلب مظاهرة شارك فيها النازحون وسكان المدينة مطالبين برحيل الأسد، وهتف المتظاهرون بعبارات تدعو لضرورة عودة النازحين لمناطقهم بعد أن هجروا بفعل العمليات العسكرية التي شهدها شمال غرب البلاد في الآونة الأخيرة. وتشهد عدة مناطق في سوريا مؤخرا احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة، وذلك بعد أن شهدت محافظة السويداء ولأول مرة منذ بداية الأزمة تظاهرات تطالب برحيل الرئيس السوري بشار الأسد وإسقاط الحكم المركزي.